بعد الصلاة مباشرة في حي رأس العمود اندلعت المواجهات بين المواطنين والشرطة، وكانت مواجهات مختلفة قد سجلت في أرجاء المدينة في حي رأس العمود وسور باهر ووادي الجوز وقلنديا. المواجهات شملت اعتقالات قامت بها وحدة المستعرفين الإسرائيلية، كما أسفرت عن إصابات في صفوف الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية. وكانت المدينة المقدسة قد شهدت مواجهات مستمرة طيلة الأسبوع أثناء عيد العرش اليهودي وتهديد جمعيات يهودية بدخول الأقصى. بدهم الناس يصلوا يكسبوا أجر وثواب يعني. ولا بخلي حدا يمرض، شايف قديش الجيش مليان اليوم، بس الله يستر شو يصير اليوم. وفي أعلى تقدير لم ينجح إلا نحو 3000 فلسطيني بالدخول إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة. إن كنا نريد أن نسجل هنا نقطة مضيئة فنسجل نقطة مضيئة للإخوة الذين أتوا من مناطق 48 كي ينصروا المسجد الأقصى، نسجل نقطة مضيئة للإخوان المعتكفين منذ أسبوع في المسجد الأقصى المبارك تحت هذه الحصار الإسرائيلي الظالم. مخطط لاقتحام المسجد الأقصى من قبل جماعات دينية يهودية متطرفة أحبطه تواجد الفلسطينيين المقدسيين والفلسطينيين من داخل الخط الأخضر في المسجد الأقصى وفي محيطه، وهناك من يرى أن إسرائيل تجس النبض قبل تصعيد آخر تجاه المسجد الأقصى. ريما مصطفى، العربية، القدس المحتلة.